السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض الشوز دي ان شاء الله. لو انتي جديدة على القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا. احنا هنستخدم في الفيديو ده خيوط كوتون جولد. الحلو في الشوز دي ان هي ممكن تتعمل من البواقي بتاعت الخيوط، تمام. وهنشتغل بإبرة 1.9 ملي، المقاس 38. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط والشرح يكون سهل للمبتدئين. هسيبكم بقى مع الشرح، وما تنسوش تعلقوا وتقولوا رأيكم على الموديل ده. هنبدأ بقى. انا معايا نعل متخرم، هنملى اول سطر باللون البيج، نعمل عقدة البداية، وهنيجي في المنتصف من الخلف، ندخل في كل خرم وهنعمل فيه غرزة حشو واحدة. انا مخرمة كل اقل من نص سنتين، فهشتغل غرزة حشو واحدة بس في كل خرم، تمام. كل خرم غرزة حشو واحدة بس. طبعا نشتغل على الخيط، بعد كده نقص الزيادة. ونكمل غرزة حشو واحدة في كل خرم. انا هكمل لحد اخر السطر وهرجع لكم تاني. خلصت اول سطر اللي هو البيج وقفلت. هنيجي بقى بالخيط الاسود وهنشتغل برضو. هنبدأ من الخلف من منتصف كده فوق كل غرزة حشو، غرزة حشو واحدة بس. هنشتغل بالاسود سطرين على النعل، نشتغل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس. كده انا هكمل السطرين وارجع لكم عشان نشتغل بقى بقية الشوز مع بعض. خلصت السطرين الاسود على النعل، وهنبدأ بقى مع بعض نشتغل الوش بتاع الشوز بتاعنا. زي ما متفقين ان احنا بنحط الابرة في منتصف النعل كده، ولو هنشتغل 4 غرز بنسبق غرزتين قبل وغرزتين بعد. لو هنشتغل 6 هنسبق ب3 غرز قبل غرزة المنتصف و3 غرز بعد غرزة المنتصف. نبدأ بقى مع بعض. هنشتغل 6 غرز حشو، 1، نشتغل على الخيط بتاعتنا. أول غرزة طبعا احنا مش حاسبينها لأن هي بمثابة غرزة ارتفاع لبداية السطر. بعد كده هنعد 1، 2، 3، 4، 5، 6، وهنعمل غرزتين منزلقة، 1، 2، على أول غرزتين حشو يقابلوني على النعل. هنقص بقى الخيط الزيادة، هنلف الشغل
وهنفوت اول 2 منزلقة، وهنخش في اول غرزة حشو، نشتغل 2 غرزة حشو، 1 2. بعد كده هنشتغل على كل غرزة غرزة حشو، 1، 1 2، 3، 4، وفي الغرزة رقم 5 هنعمل فيها 2 غرزة حشو، 1 2، وهنقفل ب2 منزلقة على النعل في أول غرزتين حشو يقابلوني، 1 2. هنقلب الشغل وهنفوت أول منزلقتين، وهنخش في أول غرزة حشو عندي وهنشتغل فيها 2 غرزة حشو، 1 2. بعد كده هنشتغل غرزة حشو 1 بس لحد ما اوصل لآخر غرزة، وهنعمل فيها 2 حشو. يبقى عندي تزايد في أول غرزة وآخر غرزة. وصلت لآخر غرزة هنعمل فيها 2 حشو، 1 2، وهنقفل ب2 منزلقة في أول غرزتين حشو يقابلوني. هنلف الشغل وهنشتغل سطر حشو برضه، هنعمل تزايد في أول وآخر غرزتين، هنفوت أول 2 منزلقة ونشتغل في أول غرزة حشو 2 حشو، بعد كده غرزة 1 لحد آخر غرزة ونعمل فيها تزييد. وصلت لآخر غرزة هنعمل فيها 2 غرزة حشو، 1 2، وهنقفل على أول غرزتين حشو يقابلونا ب2 منزلقة. هنغير بقى الخيط، هنشتغل باللون اللبني. في تاني منزلقة أنا هسحب اللون اللبني كده، تمام، عشان أشتغل بيه السطر الجديد. هنشتغل كده في أول غرزة حشو، غرزة حشو 1، ونربط بقى الخيطين في بعض. اشتغلنا في أول غرزة حشو، غرزة حشو 1، هنشتغل تاني في نفس الغرزة بس من تحتها، اللي هي في أول غرزة هنشتغل تحت أول غرزة غرزة حشو 1، بعد كده هنشتغل غرزة حشو عادية في الغرزة رقم 2. في الغرزة رقم 3 هنشتغل تحت الغرزة غرزة حشو 1، زي الباسكت الغرزة دي، بنشتغل غرزة عادية كده وغرزة تحت غرزة الحشو كده عشان تدينا الشكل ده. نكمل غرزة عادية وغرزة تحت غرزة الحشو، نقص الخيط اللبني الباقي منه، مش هنقص الأسود، هنخليه معانا. يبقى غرزة عادية، غرزة حشو عادية، وغرزة تحت غرزة الحشو اللي بعدها، تمام. ويبقى معانا الخيط الأسود واحنا شغالين. آخر غرزة برضه هنعمل فيها تزايد، هنشتغل غرزة عادية وغرزة تحت غرزة الحشو كده.
بعد كده هنقفل باتنين منزلقة على اول غرزتين حشري قبلونا. اول غرزة انا هقفلها باللبني، تاني غرزة هسحبها بالاسود كده. تمام، هنشتغل برضو على الخيط اللبني. هنفوت اول اتنين منزلقة وهنشتغل في اول غرزة حشو، اتنين غرزة حشو، واحد اتنين. بعد كده هنشتغل غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لاخر غرزة عندي عشان نعمل فيها التزايد. ده كله انا شغاله على الخيط اللبني، ما ننسيش. كمل شغل. غرزة حشو واحدة بس، وبنعمل تزايد في أول وآخر غرزة. آخر غرزة هعمل بقى فيها اتنين غرزة حشو، واحد اتنين، ونسيب بقى الخيط اللبني هنا مش هنشتغل عليه تاني. هنقفل بغرزتين منزلقة على أول غرزتين حشو قبلوني، واحد اتنين. هنلف الشغل وهنفوت اول اتنين منزلقة وهنعمل اتنين غرزة حشو في اول غرزة حشو تقابلني، واحد اتنين. بعد كده هشتغل غرزة حشو واحدة بس لحد ما اوصل لاخر غرزة عندي واعمل فيها اتنين غرزة حشو او التزايد. تمام، انا سايبه اهو الخيط اللبني ما اشتغلتش عليه. وصلت لآخر غرزة حشو هنعمل فيها التزايد، واحد اتنين، ونقفل باتنين منزلقة، واحد اتنين. بعد كده انا خلصت التزايد عندي، ده مقاس 38، وانا خلصت التزايد اللي هو بنزيد كل سطر. بعد كده هنشتغل بقى سطر من غير زيادة وسطر بزيادة. طبعا لو انت هتعملي مقاس اكبر هتكملي كمان 4 سطور زيادة في اول واخر غرزة، مش هتعملي بقى زي ما انا بعمل. لو مقاس اقل مثلا 35 او 36 هتزيدي اول واخر غرزة في 4 سطور او 5 سطور، بعد كده تكملي سطر من غير زيادة وسطر بزيادة. نشتغل بقى السطر اللي من غير زيادة، هنفوت اول 2 منزلقة وبعد كده هنشتغل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس، ما عنديش تزايد في السطر ده. هنشتغله كله غرزة حشو واحدة بس فوق كل غرزة حشو. هكمل السطر وهرجع لكم تاني. خلصت السطر وهنقفل بقى ب2 منزلقة. هقفل اول منزلقة بالاسود وتاني منزلقة هسحب فيها الخيط اللبني، نسيب الاسود ونسحب اللبني. عشان هنشتغل باللبن اهو، تاني منزلقة نسحب اللبني كده. عندنا طبعا اول تزايد في اول غرزة السطر ده،
هنشتغل غرزة حشو عادية، وتحت أول غرزة حشو هنعمل غرزة حشو عشان نبقى عملنا أول تزييت. بعد كده هنشتغل غرزة حشو عادية، وتحت الغرزة اللي بعدها غرزة حشو كده، بعد كده غرزة حشو عادية، واللي بعدها غرزة حشو، وتحت غرزة الحشو. تحتها ازاي يعني؟ بخش في الحلقتين بتوع السطر اللي قبلها مش بتوعها هي، تمام؟ عشان اللي مش فاهم يعني ايه تحت غرزة الحشو، يعني بخش في الحلقتين بتوع السطر اللي قبلها، اللي قبل السطر اللي انا شغالة فيه. نكمل غرزة عادية وغرزة تحت غرزة الحشو اللي بعدها. لو انتي مش هتعرفي تعملي الشكل ممكن تشتغلي عادي حشو عادي، يعني السهل ليكي اعمليه. وصلنا لاخر غرزة اللي هنعمل فيها اخر تزايد، هنشتغل غرزة عادية، غرزة حشو عادية، وغرزة تحت غرزة الحشو، وهنقفل باتنين منزلقة. اول غرزة هنقفلها باللبني، تاني غرزة بالاسود، كده ونلف الشغل. السطر ده من غير تزايد، هنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس، تمام؟ وطبعا هناخد الخيط اللبني معانا على الشغل تحت الشغل واحنا شغالين. انا هكرر الخطوة دي كمان 3 مرات، يعني هشتغل 3 سطور بالاسود، والسطر اللي باللبني اللي انا بعمل فيه الشكل ده اللي هو غرزة حشو عادية وغرزة حشو من تحت، وكملي طبعا سطر من غير زيادة وسطر بزيادة في الاسود وفي اللبني، تمام؟ هكمل 3 مرات زي نفس الخطوة دي بالظبط اللي انا عملتها الخطوة التانية، اللي هي 3 سطور اسود وسطر لبني. هعمل 3 مرات بنفس الطريقة وهرجع لك عشان نكمل باقي الجزم مع بعض. خلصت انا عدد السطور المطلوبة من اللون الاسود واللبني، وهنعمل بقى السطر ده. نركز عشان هو صعب شوية. هنجيب اللون اللي عليه الدور وهنقفل بيه 3 منزلقات، 1 2 3 وهنربط بقى الفتلتين دول مع بعض. نقص الأسود بعد كده هندخل في تاني منزلقة، هنفوت أول منزلقة وهنخش في التانية ونسحب لفة معانا، بعد كده هنخش في التالتة ونسحب لفة معينا، بعد كده هنخش في أول غرزة حشو ونسحب لفة، هنخرج من أول لفتين، بعد كده هنخرج من تاني لفتين، وبعد كده هنخرج من آخر لفتين، تمام؟ عشان نعمل بقى الغرزة الجاية هنخش هنا كده في الحلقة دي، هي الحلقة اللي هي في وش الغرزة اللي احنا عملناها، 1 ونسحب لفة، هنخش في تاني حلقة دي ونسحب لفة، وهنخش في تاني غرزة حشو تقابلني ونسحب لفة، بعد كده هنخرج من أول لفتين
بعد كده من تاني لفتين، ومن اخر لفتين هنجيب بقى اللون التاني الاحمر، وهنسحب غرزة كده. تمام، وهنخش في الحلقة اللي في الأمام، نسحب لفة في الحلقة اللي بعدها، ونسحب لفة بعد كده في غرزة الحشو اللي على وش اللي في الوش تحت، ونسحب لفة. هنخرج بغرزة حشو من أول لفتين، من غرزة حشو من تاني لفتين، ومن آخر لفتين معانا. نربط بقى الخيط ده ببعضه، هنعمل كل غرزتين بلون، يعني هنغير اللون كل غرزتين. هنخش في الحلقة والحلقة التانية. لو انت هتستصعبي الغرزة دي ممكن تعملي اي غرزة تانية. بعد كده هندخل في غرزة الحشو اللي عليها الدور، ونخرج من اول لفتين، ونخرج من تاني لفتين، ومن اخر لفتين هنسحب اللون اللي عليه الدور. كده هنسحبه بغرزة، ونشد الأحمر كويس. من أول لفة هناخد لفة، وتاني لفة هناخد منها لفة، وناخد لفة من غرزة الحشو اللي عليها الدور، وهنخرج بغرزة حشو من أول لفتين، وغرزة حشو من تاني لفتين، وغرزة حشو من آخر لفتين. نقرب كده، هنخش في الحلقة اللي في وش الغرزة، أول حلقة وناخد لفة، تاني حلقة وناخد لفة، تالت لفة باخدها على غرزة الحشو اللي تحت اللي عليها الدور. بعد كده بنخرج بغرزة حشو من أول لفتين، وغرزة حشو من تاني لفتين، وغرزة حشو من آخر لفتين. هنغير الخيط وناخد الخيط الأحمر، ونشد الفيروزي كويس. هندخل في الحلقة اللي في الوش كده اهي، وناخد لفة، تاني حلقة وناخد لفة، بعد كده غرزة الحشو اللي عليها الدور، ونخرج بغرزة من اول لفتين، وغرزة من تاني لفتين، وغرزة من اخر لفتين، ونكرر لحد اخر السطر بنفس الطريقة. واحد، اتنين، تلاتة، ونخرج من أول لفتين، تاني لفتين، تالت لفتين، ونخش في أول لفة في أول حلقة، وتاني حلقة، وتالت غرزة في غرزة الحشو اللي عليها الدور، نخرج من أول لفتين، ومن تاني لفتين، ومن آخر لفتين، ونغير اللون الخيط.
انا هكمل بقى لحد اخر السطر وارجع لكم عشان نقفل السطر مع بعض ونكمل باقي الشمس. خلصت السطر وجيت في اخر غرزة عشان نقفل السطر مع بعض. هنخش في الحلقة اللي في وش اول غرزة وتاني حلقة، وهنخش هنا كده في اخر غرزة. بعد كده بقى هنقفل، هنخش هنا على غرز الحشو اللي على سطر النعل ونسحب اول واحدة ونخرج من اول لفتين. بعد كده ندخل ونسحب منزلقة ونخرج من تاني لفتين معانا. بعد كده تالت منزلقة ونخرج من اخر لفتين معانا، تمام، ونقفل بقى بغرزة منزلقة ونقص الخيط بتاعنا. بعد ما خلصنا السطر ده هنيجي باللون اللي عليه الدور البيج، وهنسحب 2 منزلقة، واحد اتنين وهنيجي في أول غرزة عندي وهشتغل فيها 2 غرزة حشو. نضيق بس الفتلة واحد اتنين وهنشتغل فوق كل غرزة بعد كده غرزة حشو واحدة بس. لحد ما نوصل لآخر غرزة وهنعمل فيها 2 حشو تزايد. نشتغل طبعا على الخيط عشان يبقى سهل التنظيف يعني. ونقص بقى الزيادة. ونكمل كل غرزة غرزة حشو واحدة. وصلت لآخر غرزة هنعمل فيها 2 حشو، واحد اتنين، وهنقفل ب2 منزلقة على النعل فأول غرزتين حشو يقابلوني.
واحد اتنين، وهنلف الشغل ونشتغل سطر من غير زيادة فوق كل غرزة حشو، غرزة حشو واحدة بس. كده كمل السطر وارجع لكم تاني عشان نغير اللون. خلصت السطر وهنقفل اول منزلقة بنفس اللون، وتاني منزلقة هنغير اللون للون اللي عليه الدور، واحد والتانية هنخرج بالخيط اللي عليه الدور كده. وهنشتغل في أول غرزة حشو اتنين غرزة حشو، واحد اتنين، ونقص الخيط البيج ونربط الفتلتين مع بعض، واحد اتنين، وهنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس لحد ما اوصل لآخر غرزة واعمل فيها تزييد. هكمل بقى 6 سطور بعد كده لوحدي بالألوان اللي عليها الدور. انتي بقى حابة تغيري الألوان طبعا براحتك، يعني من بواقي الخيوط اللي عندك ممكن تعملي الموديل ده، ما بياخدش خيط اصلا كتير وسهل جدا وبسيط. هنقص الخيط اللي اشتغلنا عليه وهكمل انا بقى، هكمل الفيروزي الفاتح دوت، الكحلي والفيروزي والاسود، وهرجع لكم عشان نعمل الكعب مع بعض. خلصت الوش خلاص وقفلت الخيط، هنيجي بقى في خيط جديد ونبدأ النعل. هنبدأه بطريقة غير اللي متعودين نعملها مع بعض. عملنا عقدة البداية وهنشتغل كده جرس حشو لحد ما اوصل لهنا قصادها، تمام. نشتغل برضو على الخيط، هنكمل شغل لحد ما نوصل لهنا قصادها. غرز حشو عادية فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة، هكمل وهرجع لكم عشان نشوف هنعمل ايه السطر الجاي. خلصت السطر، هنلف الشغل وهنشتغل تحت غرزة الحشو، يعني مش هشتغل في الحلقتين، لا هشتغل تحت غرزة الحشو في الحلقتين بتوع السطر اللي قبليها، تمام كده. هنخش هنا في الحلقتين اللي احنا عاملين فيه السطر اللي فات كده تحت غرزة الحشو نفسها، وهنشتغل تحت كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس كده بنفس الطريقة دي، يعني بنخش في الحلقتين بتوع السطر اللي هو على النعل. في كل سطر هوريكم بنشتغل ازاي.
شايفين بشتغل تحت كل غرزة حشو. انا مقربه لكم الصورة عشان تشوفوه شوية. طبعا احنا عايزين نكمل شغل لحد ما نوصل لوش النعل، يعني عايزين نوصل السطر ده لوش النعل عشان نقفل في النعل ونكمل الكعب. هنعمله ازاي كده؟ احنا خلاص وصلنا لحد اخر غرزة حشو انا عاملاها. هنشتغل بقى بعد كده على النعل 4 غرز منزلقة على كل غرزة حشو تقابلني. 1 2 3 4، يعني هشتغل 4 منزلقات على 4 غرز حشو تحت. واحنا راجعين هنعمل في المنزلقات اللي احنا عملناها غرز حشو، يعني في كل غرزة منزلقة غرزة حشو واحدة، يعني 4 غرز حشو غير ما نكمل هنا. عملت اول واحدة، تاني غرزة، لو ضايقتك بالإبرة اللي هي 1 و9 ممكن تشتغلي بإبرة رقم 1 ملي اللي هما المنزلقات بس عشان هما ضيقين. 3 4، بعد كده هنكمل عادي فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. هنشتغل حشو عادي مش حشو تحت الحشو، يعني سطر بنشتغل حشو عادي والسطر اللي احنا راجعين فيه بنشتغل حشو تحت الحشو. تمام، نكمل لحد ما نوصل لآخر السطر حشو عادي. برضه احنا هنا الناحية التانية عايزين نوصل طبعا لحد الوش. هوريكوا بقى بنعمل ايه، مش بنعمل منزلقة زي الناحية دي، لا بنشتغل 4 غرز حشو عادي على الغرز بتاعة النعل على السطر الاسود بتاع النعل، اخر غرزة عندي. بعد كده هشتغل على غرز النعل، 1 حشو، 2 3 4، يعني وانا راجعة حشو عادي اللي هو مش من تحت بنشتغل حشو على النعل، وانا بشتغل حشو اللي هو من تحت الحشو، يعني في الحلقتين الخلفيتين في الحلقتين بتوع السطر اللي فات كده. واحنا راجعين بالحشو اللي من تحت بنعمل منزلقة، بالحشو العادي بنعمل حشو عادي. تمام، هنشتغل السطر دوت حشو تحت الحشو، يبقى عندنا سطر حشو عادي وسطر حشو تحت الحشو.
خلصت اخر غرزة حشو، هنكمل على النعل عشان نوصل الكعب بالوش. هنعمل 4 غرز منزلقة، 1 2 3 4، وهنشتغل فيهم غرز حشو لحد ما نوصل لآخر غرزة ونعمل 4 غرزات حشو على النعل الناحية التانية عشان نوصل برضو الناحية التانية بالنعل بوش الشوز. نشتغل بقى احنا راجعين على المنزلقات 4 غرز، 1 2 3، أربعة، ونكمل فوق غرزة كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لآخر غرزة حشو واكمل على النعل. هكمل وارجع لكم. وصلنا لآخر غرزة حشو وهنكمل على النعل 4 غرز حشو، 1 2 3 4، وهنلف الشغل ونشتغل تحت كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس لحد ما نوصل للناحية التانية. خلصت السطر، وقبل ما اعمل غرز المنزلقة عندي، انا باقي عندي 5 غرز، فانا هشتغل 3 منزلقات بس، وهيبقى عندي غرزتين للسطر الجاي، 1 2 3. هنلف السطر ونشتغل في ال3 غرز غرز حشو، 1 2 ونكمل برضو غرز حشو عادي، يعني بنخش في الحلقتين ونعمل غرزة حشو عليه لحد ما اوصل للناحية التانية واوريكم هنعمل ايه. خلصت السطر، هنلف الشغل وهنشتغل تحت كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس ونكمل لحد اخر السطر وارجع عشان السطر الجاي هنقفل في وش النعل واوريكم هنكمل شغل ازاي. خلصت السطر، وصلت عند اخر غرزتين على النعل، هنعمل فيهم منزلقة، 1 2، وبعد كده هنقفل في وش النعل. هنقفل في اول غرزة حشو تقابلني وتاني غرزة حشو تقابلني بمنزلقة، 1 2. هنلف الشغل وهنشتغل غرز حشو عادية، هنفوت اول 2 منزلقة اللي قفلنا فيهم وهنخش في اول منزلقة عندي على سطر النعل وهنكمل بقى غرز حشو لحد ما نوصل للناحية التانية عشان نقفل برضو في النعل واوريكم بنقفل ازاي. هخلص السطر وهرجع لكم عشان نقفل مع بعض. خلصت السطر ووصلت عند الغرزتين اللي على النعل وهنشتغل فيهم غرزتين حشو، 1 2،
وبعد كده هنقفل باتنين منزلقة على غرز وش الشوز. عندي واحد، اتنين، ونلف الشغل وهنفوت اول اتنين منزلقة، وهنشتغل حشو تحت الحشو. هنشتغل تحت كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس. هنكمل بقى لحد ما نوصل للناحية التانية وهنقفل باتنين منزلق. بعد كده هنكمل طول الكعب اللي انت عايزاه. انا هشتغل 8 سطور، وكل سطر هيبقى سطر حشو عادي وسطر حشو من تحت الحشو، وهنقفل في وش النعل في وش الشوز باتنين منزلقة. هكمل لحد الطول بقى اللي انا عايزاه وارجع لكم عشان نعمل سطر الحشو العكسي اللي انا قلت لكم عليه قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، ونشوف بعمله ازاي. انا خلصت طول الكعب اللي انا عايزاه، وباقي ان انا اعمل الاطار. هنعمل سطر حشو عكسي، يعني بدل ما امشي كده همشي كده كاني راجعه. ناخد غرزه ونخش في اول غرزه حشو ونعمل غرزه حشو عكسي. كده شايفين بمشي ازاي؟ بمشي بالعكس، يعني بدل ما نمشي كده المفروض ان عدلة السطر كانت كده، لا هنمشي العكس كأننا راجعين. بس هنرجع معدول، مش كده، هنرجع عادي وهو معدول. لو انتي مستصعبة الحشو العكسي ممكن تعملي سطر منزلقة براحتك، يعني اعملي الأسهل ليكي. انا هكمل السطر وارجع لك عشان بقى نحط الفرشة للشوز ونكون خلصنا. يعني خلصت وده شكلها كده النهائي. حطينا الفرشة ونضفنا على الخيط اللي كان من هنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم والشرح يكون سهل وبسيط، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.